السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، امبارح ناقشنا مشكلة الصناعة وهنمشي كده في مشاكلنا، بس لما نيجي نتكلم على الدولار النهاردة سمعنا عنه أخبار كويسة إن شاء الله تستمر. دايما لما بنيجي نتكلم على هي إيه مصادر الدولار في مصر، فيقول لك تحويلات المصريين في الخارج، الصادرات، قناة السويس، والسياحة. السياحة يعني الأخبار بتقول إنها في 2023 تعافت بشكل جيد جدا، ولكن طبعا ما حدث على أبوابنا أثر على السياحة بشدة. لكن هل التعافي اللي احنا عملناه في 2023 هو ما نصب إليه ونقول إن ده هو تعافي كافي، ولا في حاجات أخرى كان من المفروض إنها تحصل عشان نقول إننا فعلا وصلنا بالسياحة إلى أرقام طيبة وبالتالي نستهدفها إن شاء الله مع عودة السياحة؟ خلوني أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. وبرحب بالصديق العزيز الأستاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أهلا وسهلا بك. شرفت بسيادتك. طيب نبدأ كده ونقول إننا بنتكلم ونقول 2023 كانت يعني سنة كويسة جدا بالنسبة للسياحة. لما قعدت بصيت على الأرقام هنا مع الزملاء لقينا أن المستوى القياسي اللي عملناه ده 14.7 مليون زائر، ودي كانت نفس نسبتنا في 2010. يعني احنا في 13 سنة نجحنا أننا نحقق اللي كنا عاملينه من 13 سنة. ده كده كويس؟ من منظوري الشخصي لو تحب يعني لا هسمع حضراتكم. الله يخليك. لا من منظوري الشخصي لا طبعا احنا كان بلدنا كانت تستحق اكتر من كده، انما طبعا دي العوامل كلها اللي احنا بلدنا تستحق، بس احنا ما نستحقش. احنا بنستحق معاها سواء هي بتستحق ايجابي او سلبي، احنا اللي بنعمل لها كل حاجه. فانا شايف صراحه يا اسامه بيه يعني لا احنا الحمد لله ان احنا رجعنا 14 سنه لورا في السياحه. عشان بس الناس تعرف ان قطاع السياحه قد ايه ده لما بيحصل له اي حاجه هي صناعه هشه جدا، اي هزه اي هزه طبعا يا فندم. احنا اول قطاع يعني بيتاثر من اي حاجه، واخر قطاع بيتعافى من كل حاجه لما بيحصل فيها الشفاء الكامل. طبعا احنا دلوقتي في 2023 الحمد لله احنا قدرنا نحقق نفس الارقام اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيها في 2010. احنا النهارده حققنا 14.7 مليون سايح بتوتال دخل لصندوق لحصيله الموازنة العامة حوالي 13.9 مليار دولار. الرقم ده طبعا يمكن ما يواكبش الزخم السياحي المفروض تقوم بيه مصر، خصوصا ان احنا النهاردة يعني عندنا كل المقومات السياحية المطلوبة، ولكن انت عندك طبعا في السياحة بتقوم على عوامل طبعا يعني اجتماعية وسياسية واقتصادية سواء اقليميا او دوليا. فاحنا اوريدي اتأثرنا طبعا في 2023 بعد ما كانت ابتدت السياحه الروسيه ان هي تبتدت ترجع، ابتدت تاني طبعا يعني طبعا تبتعد تاني هي مع بدايه الحرب ما بينها وبين اوكرانيا. خلصنا شويه وابتدنا نتعافى من السوق الروسي شويه، جات لنا على طول طبعا الحرب ما بين اسرائيل وغزه الفلسطينيين في الحدود الشرقيه، فطبعا سواء شرم الشيخ ودهب وطابه ونويبع اتاثروا طبعا بشكل كبير جدا كحجوزات. فاحنا بنحاول يعني بنتعافى على قد ما نقدر يعني بالمتغيرات اللي بتحصل حوالينا. رأي حضرتك ايه، وخصوصا ان احنا الرقم اللي بنتكلم عنه ده ما يحصلش 1% من حركة السياحة العالمية؟ طيب خلينا اقول الايجابي والسلبي. احنا تخطينا تحديدا المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اعلن امس انه احنا حققنا 14.906 مليون سائح في سنة 2010. احنا حققنا تحديدا 14.710 مليون، يعني في 200,000 زيادة. بس خليني أقول حقيقة إحقاقا للحقيقة، طبعا هذا الرقم غير مرضي، وهقول ليه غير مرضي، وهقول يعني أنا سعدت جدا بهذا اللقاء، لأنه دائما لما أسمع أنه في لقاء سيناقش فيه روشتة التطوير أنا ببقى كده طاير يعني. فخليني أقول وإحنا طايرين بوجودك معانا ربنا يخليك. خليني أقول أنه الرقم ده ما كانش هيبقى كده خالص. الرقم ده لولا الأحداث الأخيرة، الأحداث الإقليمية أو الأحداث اللي حصلت في الشرق الأوسط من حرب على غزة، أدت إلى تأثر السياحة المصرية، وإحنا كنا متوقعين أن نصل إلى أو نتخطى الـ 16 مليون سائح. أي كنا متوقعين أن نتخطى هذا، وسيما أن مؤشرات في النص الأول من العام تخطت الـ 6 مليون سائح، وإحنا عارفين أن الجزء الثاني أو القسم الثاني من العام
بيكون افضل من الاول، افضل بكتير عشان الجو وما الى ذلك. بالظبط، فكنا متوقعين هنصل 15 او نتخطى ال 16 مليون سائح. بس خليني اجاوب على السؤال من ناحيه ثانيه، هل مصر التي تحتوي على نص اثار العالم والشواطئ تلت بعد الاكتشافات الاخيره وصلنا نص اثار العالم، كنا تلت الاثار، حاليا نص اثار العالم. النهارده عندي مناخ، عندي شعاب مرجانيه وشواطئ و عندي واحات وعندي سياحه علاجيه وعندي 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 من المفردات السياحيه. هل بعد كل هذا يبقى انا صراعي بعد 13 سنه انه اصل او اقترب او اتخطى او اكسر حاجز سنه الذروه اللي هي 2010 ل 14 مليون سائح؟ هنا بيك كويشن مارك. فلو بيك كويشن مارك عليه على طموحاتنا؟ لا، على اسباب ادت الى هذا الرقم وحطتنا في غلاف مش قادرين نتخطى، ويوم ما نتخطى بننتشي. هنا في اجابه على السؤال، ليه احنا بندور في فلك هذه الارقام؟ ليه حتى لما بنتخطى هذه الارقام بنتخطاها؟ حضرتك طبعا تفضلت قلت 200 رقم، ايه يعني احنا بنتكلم في ايه؟ ولو كنا تخطيناها بمليون او باتنين مليون، احنا هل مصر تستحق هذا؟ هنا الاجابه اللي المفروض احنا جايين نناقشها النهارده ونطلع مفرداتها ونفند الموضوع ونخرج بتوصيات زي ما بيقول. يا ريت يا ريت. طيب خليني، يعني كنا بندردش قبل الحلقه وكنا بنتكلم على ما حدث في 97 في مصر، وكانت هناك ما سمي بمجزرة الأقصر وتسببت في رجة جامدة جدا لقطاع السياحة. وقتها وزير السياحة رحمه الله الدكتور البلتاجي طلع ببراند جديد اسمه ريد سي ريفيرا، وحضرتك قلت لي انك فعلا كنتوا في وقت الكورونا كنتوا بتتكلموا عن ان احنا موجودين في البحر الأحمر مش في مدينة معينة في بلد معينة. ليه ما خرجناش ببراند؟ طب في النهارده مشكله غزه والمنطقه اللي هناك، ما خرجتش ليه سريعا ببراند يوديني على طول على صعيد مصر ويوديني على الاقصر واسوان ونشط السياحه هناك؟ هو طبعا يعني اختلافات الادارات طبعا يعني اثرت كتير قوي على قطاع السياحه، خصوصا ان يعني اذا كان احيانا اللي كان متخذ القرار السياحي اذا كان من اهل القطاع نفسه او من خارج القطاع، فطبعا اللي بيبقوا يعني اللي ماشيين على السياسه احيانا بيبقوا ممكن اكون انا قائم على قطاع السياحه ولكن قد اكون اكثر ضررا على القطاع بفكري باتيتيودي باي حاجه. انا شايف هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي مثلا بنتكلم على 2010، احنا عندنا دلوقتي في هدف استراتيجي للدوله المصريه 30 مليون سايح 30 مليار دولار. يعني قد يكون انا يعني من الناس اللي ممكن اكون معترض شويه على 30 مليار دولار، انا ممكن يكون 30 مليون سايح بس يجيبوا لي 40 او 50 مليار دولار. بس انا النهارده يا فندم عشان احقق الرقم ده، احقق 30 مليون او 30 مليار، انا محتاج او على الاقل عشان احط ايدي على الحل يا فندم محتاج احط ايدي فعلا على المشكله. الروشته اللي بيتكلم عنها هاني بيه يا فندم، انا النهارده ال 30 مليون سايح دول عشان انا اقدر احققهم واقدر اجيبهم هنا بلدي، اولا انا الطاقه الفندقيه بتاعتي حوالي 211,000 غرفه فندقيه، دول يعملوا استيعاب على مدار السنه حوالي من 16.5 ل 17 مليون سايح. يعني انا محتاج النهارده في خلال الثلاث اربع سنين الجايين دول ان انا اذا كنت عايز اجيب ال 30 يعني يبقى عندي الضعف. يعني بالظبط، انا محتاج 100% من الطاقه الفندقيه المتواجده حاليا داخل جمهوريه مصر العربيه لازم يتبني 100% منها في خلال الثلاث اربع سنين الجايين. وانا اعتقد طبعا ده كله اللي عندنا ده بالوان ستار بالتو ستارز بكله بكل حاجه من اول نجمه 2 3 4 5 يا فندم. فانا محتاج ان انا ابني كل الطاقه الفندقيه دي تاني 100% خلال اربع سنين الجايين، وش ده طبعا انا اعتقد هيبقى صعب على ارض الواقع مع الظروف الاقتصاديه العالميه والاقليميه والمحليه. بالظبط، انا النهارده حتى لو انا يعني ربنا اسعفني وقدرت الحمد لله ينفق فصورتنا اقتصاديا شويه وابتدينا نبني غرف فندقيه، ويعني قد يكون المستهدف في خلال اربع سنين هو ده، بس انا النهارده عشان حتى ابني الغرف الفندقيه دي ايا كان باستثمار خارجي جاي من بره او باستثمار داخلي من المستثمرين المصريين، انا عشان اجيب ال 30 مليون سايح دول يا استاذ اسامه انا محتاج طيران يجيب لي دول. هل انا النهارده عندي المقدره ان انا ابني واجيب الطيران؟ انا ممكن ابني بس مش هعرف اجيب الطيران في الوقت الحالي، لان انا محتاج برضو 100% من حجم الكراسي اللي بتجيلي من الطيران بره ده. انا النهارده عشان اتعاقد مع الطيران الشركات العالميه لما هتلاقي ان في اقبال هتعمل خطوط. صدقني يا فندم احنا النهارده عشان نكون محتاجين ال 30 مليون سايح انا محتاج ابتدي النهارده اوسع الافق بتاعي، انا النهارده محتاج اتعاقد مبدئيا على طيران منخفض التكاليف
وليس الطيران الشارتر فقط لا غير. في عندنا ثلاث انواع من الطيران يا فندم عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين. في الطيران المنتظم وهو الطيران القائم على جداول بنفس الميعاد ايا كان يوميا او اسبوعيا ما بين دولتين بينهم علاقات مع بعض، او الطيران الشارتر اللي انا بعتمد عليه في الوقت الحالي سواء بيجي لي في مرسى علم او في غردقه او في شرم الشيخ، او الطيران منخفض التكليف اللي هو بيبقى ممكن تنزل عليه من غير حتى ما تاخد شنطه واحده، وده بيبقى فيري لو كوست ريت يعني تذكره منخفضه التكاليف. دي اللي هتجيب لي الترافيك. هل انا محتاج هنا حاليا دلوقتي في السياحه في مصر محتاج الكم ولا محتاج الكيف عشان اقدر اشتغل؟ انا محتاج الاثنين. رايي الشخصي انا بتكلم على الكيف، ده مهم جدا مع انخفاض الطاقه الفندقيه. يبقى إن أنا عايز واحد يجي يصرف عندي اكتر. تمام يا فندم. يبقى انا النهارده ابتدي اشتغل ايه لو انا همشي مع سيادتك؟ انا النهارده محتاج كم ولا كيف؟ معايا لا انا مع الاتجاه، انا مع الاتجاه الصراحه ان انا امشي كم وكيف في نفس الوقت. ازاي في الوقت الحالي ان انا ابتدي على الاقل ارجع الحد الادنى للاسعار؟ انا النهارده دخل قناه السويس منخفض جدا، تحولات المصريين في الخارج قد تكون يعني معدومه منخفضه جدا، فانا معظم الفجوه الدولاريه الموجوده حاليا عندي النهارده كدوله مصريه تقدر السياحه هي تبقى الحصان الرابح في الفتره الجايه. موافقين. يبقى النهارده يبقى الدوله المصريه والحكومه المصريه لازم تعتبر ان السياحه مشروع قومي للدوله كلها، بحيث ان كل الوزارات تبتدي تساعد معايا ان انا اقدر احقق التارجت بتاعي 30 مليون ده. انا النهارده محتاج ابني، محتاج اتعاقد مع الطيران، محتاج اقدم فاسيلتيز جديده ان انا ابتدي يعني اغري بيها المستثمر الاجنبي اللي يجي يشتغل معايا على التارجت ده. لان لو انا نجحت فيه بعد 3 4 سنين مش هيقولوا ان وزاره السياحه نجحت، هيقولوا ان الحكومه المصريه اللي نجحت يا فندم. هيقولوا مصر نجحت مش حتى الحكومه المصريه. طيب خليني هسال حضرتك برضو في نفس الاتجاه، وهسال على نقطه تانية مهمه قوي. ان يعود السائح مرتين وثلاثه ده موضوع بيخلي الدنيا ايسر، لكن احنا عندنا زي ما بنشوف كده في التقييمات اللي موجوده الناس مش عايزه تيجي تاني عشان حاجات بتحصل على أرض الواقع. حضرتك أصبت الهدف، لو بكنتش قلت هذا الكلام كنت هبدأ بأول نقطة في الروشتة، التسويق ثم التسويق ثم التسويق. احنا عندنا روشتة فيها بنود، أستاذ رامي تفضل وقال أهم بندين فيهم هم الطيران والفنادق، أنا هصيغهم بشكل مختلف في السياق لأن مرتبطين بالحل، فلو الوقت يسمح هقول بسرعة وفي عجالة. لكن خلينا أقول لما أجي أبص لدولة زي الإمارات نجحت سياحيا ب 51 مليون سائح، ماذا تمتلك؟ خدمة. ما هي السياحة، وخلينا نعرف السياحة للسيد المشاهد، هي سلعة خدمية، أنا بقدم لك خدمة. أنا لا ببيع لك هرم ولا ببيع لك معبد، أنا ببقى وسيط بقدم لك خدمة جيدة إنك تقضي وقت ممتع. صحيح. اللي نجحت فيه الدول دي لما كنت بدرس عن التجربة التركية والتجربة الإماراتية ولماذا نجحت هذه التجارب رغم أن هم لم يصلوا إلى الغنى والأدوات السرية اللي تمتلكها مصر كمقومات سياحية، كانت الإجابة ببساطة عن الإمارات في جملة هتعبر عن كل شيء. الإمارات نجحت أنها تصنع المفاجأة السعيدة والتجربة الأفضل. تعال أفند الجملة دي علشان ارجع للجمله اللي حضرتك قلتها سريعا، انا ليه ما بيرجعليش السائح؟ هل النهارده الجيل الحالي في العالم مهتم بالحضاره؟ في شير منه او في قسم منه، ولكن هم الاكبر سنا. خلينا الاكبر سنا، انا النهارده بستهدف مين؟ خليني اقول حاجه عن التسويق للسيد المشاهد، ودي بتدرس في الماركتنج، وهي انه انا لازم امتلك حاجه اسمها السيل بوينت واليونيك سيل بوينت. السيل بوينت هي اللي عندي وعند الاخر، فما ينفعش يبقى الاخر كمنافس ليا في السوق بيقدم حاجه مش عندي. فانا لما اقدمها انا ما تميزتش، انا بقيت على الساحه زيه هو عندي انا عندي. اليونيك هو ان انا منفرد ببعض الامور، وهنا انا بلعب سياحه بقى، انا هنا هقدر اقول انا هجيب سائح. انا بتكلم ماركتنج عشان انا النهارده ضربتي ايه؟ مش قادر اوصل للارقام، فلما اجي اعالج ضربه الارقام فانا لازم اتطرق الى الجذب السياحي. طب مش عارف اجذب ليه؟ مش عارف استجذب الناس ليه؟ السائح ليه؟ ليه انا النهارده يوم ما بقول انا اخذت 31% من الشير العام السياحي انا بقول ان انا كاني حققت المجد لا غيري تخطى هذا الرقم. مين اخذ 31%؟
احنا اخذنا 31% مقارنه بالاعوام الماضيه. دي برضو اعلنه رئاسه مجلس الوزراء مقارنه بنفسنا يعني بالاعوام. انا بقارن نفسي بنفسي يعني بنفسنا. خليني اوضح حاجه للساده المشاهد. النهارده انا عندي عشان اوصل الصوره لما اتكلم عن التسويق، انا عندي جبل موسى مثال. الامارات نجحت، انا هتكلم عن تجربه بعينها. الامارات نجحت انها تصنع المغامره وانك تطلع وتتسلق وانك تمشي بارتفاع وانك تنزل في اعماق وانك تدخل تشوف كانك في بحر من الداخل. الامارات نجحت. طب عندي جبل موسى النهارده الناس طلعته مره مش هيطلعوا تاني. طب ماذا لو هو على وضعه كده؟ ماذا لو عملت له الساوند اون لايت؟ وتخيل معايا، عيش معايا اللحظه دي لثواني، انك هتطلع جبل موسى وانت بتشوف باللايت بالاضاءه بالايحاءات بالصور فقره الصعود مع بعض الصوتيات. انت هتعيش اربع خمس ساعات دراما لن تنساها في حياتك، وهتسردها وتحكيها للناس في ايجو يشوفوها. يبقى النهارده انا محتاج اغلف نفسي او امشي بسياق التسويق. ما اجيش اقول انا ما عنديش سيل بوينت وارجع اسال نفسي انا ليه مش زي الامارات، او ليه مش قادر اتخطى حاجز ال 20 30. فده اول حاجه التسويق. انا محتاج انه عارف من الاديوره او الاماكن اللي حققت فوق 4 مليون زائر زي سمعان الخراز. ده مكان في وسط الزبالين، مكان لا يرتقي بقدوم سائح، مكان ريحته، ومع ذلك حقق ارقام. ليه؟ لما تخش من جوه الكنيسه او الدير تلاقي سرد القصه محفور على الجبل، عايشك الموضوع مع ابسط شرح. انت بقيت مدمن هذا المكان، فاي حد بيجي مصر عنده عن خلفيه عن هذا المكان فعايز يزوره تاني. انا النهارده مش قادر اخد شير من الـ الارقام العالميه جيد. ليه؟ لان النهارده مش عارف اخلق قصه، مش عارف ابقى عندي السيل بوينت. يعني انا معقول عندي رحله العائله المقدسه وعندي والدنيا والكلام ده كله ومش عارف اخلق قصه؟ ده هي قصه مخلوقه. سيدي الفاضل، احنا النهارده مزرعه العائله المقدسه اللي احنا رحنا نتكلم فيه، ده موضوع تاني. احنا اوريدي بنتكلم فيه يعني بقالنا فتره كبيره جدا، ولكن لغايه النهارده لم نرتقي للمستوى اللي احنا نقدر نستوعب فيه او نستقبل فيه سايح جست ايا كان هو اوروبي او امريكي او حاجه. يعني مش عارفين لسه نرفع كفاءه منطقه مثلا من حوالي كذا وعشرين منطقه سياحيه. انا اعتقد يعني محتاجين قرار وسريع عشان احنا نبتدي فعلا ندخل المناطق دي من ضمن الاماكن السياحيه. انا يعني بزود كلامي عن كلام الاستاذ هاني، احنا فعلا بنفتقد للتجربه السياحيه. انت النهارده بتفتقد لحضرتك اشرت ليه اللي هو الريبيتر جست، ما بيجيش ليه تاني. الفرد اللي بيجي عندي تاني ممكن يجي مره تانيه، ما بيجيش ليه تالت. انا النهارده لو هو حد رحت النهارده زرت الهرم مره، لو جيت تزور مصر مره تانيه يمكن تزوره تاني، بس لما تيجي تالت عمرك ما هتشوف، لان هو ما حصلش اي تغير في توبوغرافيه المكان، وده مش مطلوب. انما المطلوب حتى ممكن ابتدي اسوق له مثلا طريقه الوصول ليه، طريقه. يعني النهارده في شغف عند معظم الناس، معظم البلوجرز لما بييجوا يا فندم سيادتك بتشوفها، بيبقى دايما عنده شغف ازاي يطلع الهرم من غير ما حد يشوفه عشان يصور من فوق وينزل لفوق. طالما انا شايف كده كمسوق سياحي، وده اللي انا برجع ليه، ان طرق تسويق بلدنا يا استاذ اسامه بتختلف دايما من السبعينات عن الثمانينات عن 2023. يا جماعه احنا النهارده مش لسه بنسوق بلدنا بنفس الطريقه اللي هي القوافل اللي هي بتخرج بره، او نطلع بس على المعارض الدوليه اللي احنا بنعرض فيها المنتج بتاعنا. لا طبعا الدنيا مختلفه، حاجات اكتر من كده. طبعا. اسمحوا لي اتوقف مع فاصل قصير ثم نستكمل هذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ رامي فايز والأستاذ هاني بيتر. ضيوفي بيشتكوا إن أنا مش بخليهم، مش مديهم الفرصة إن هم يقولوا الفكرة كاملة، فأنا هديهم الفرصة بس هقول لهم التعليق اللي جاي من أميرة نوفل. السائح لا يرجع بسبب سوء المعاملة من الفندقيين وارتفاع التكلفة الزائدة والمضايقات من الباعة ومن سائق التاكسيات. شرطة السياحة غير موجودة. اتفضل يا فندم. تمام. احنا اتكلمنا عن، انت موافق على كلام اميرة ولا؟ طبعا. طبعا. وعلشان كده احنا هتلاقي في ضمن الروشتة ضم مناهج سياحية في التعليم من الابتدائي حتى الجامعات، لانه انا لازم ابني ثقافة. يعني مش عايز انط في الروشتة، انا عايز امشيها بالترتيب بتاعها، لكن طبعا متوافق مع هذا الكلام 100%. احنا بدأنا بقلنا التسويق، والتسويق ده هو اللي هيخلق. التسويق ليه ضلعين،
ضلع الطريقة اللي بسوق بيها، وأنا بعمل إيه كمشاريع في مصر بتخلق المفاجأة والتجربة والمغامرة، وسيما إن دوت بيستجذب عدد كبير من الشباب، وهو الجيل اللي النهاردة بيتسم بالسفر. فأنا مش عايز أفقد هذا الجيل المتحمس أو الشغوف للمغامرة وللأدفنجر تريب. ده الجيل بتاع اير بي ام بي. صحيح. فأول حاجة التسويق. رقم اتنين الطيران، ولما أتكلم عن الطيران هقول جملة واحدة، حيث ناقل هناك سائح. أنا لو ما عنديش ناقل جيد أنا فين على الخريطة السياحية؟ ومن هنا أنا هقول منشط وبعديها حضرتك اسألني زي ما أنت عايز تسألني في الموضوع ده. مش هسألك متقلقش. أول حاجة أنا عايز وبطالب بضم وزارة الطيران مع وزارة السياحة وفصلها عن الآثار. الآثار أموال عامة، مع كل التقدير لهذا لهذه الحقيبة الجميلة الضخمة، هي أموال عامة. أنا راجل بقدم خدمة، الخدمة دي أحد أعمدتها النقل سواء الداخلي أو الطيران. فأنا النهاردة علشان أبني سياق صحيح لوزارة السياحة ما ينفعش أعزلها عن الطيران. وهقول لك أبسط مثال، 9 مليون سائح كده واحنا بنتكلم، أنا مستعد أجيبهم من حاجة واحدة بس، سياحة الترانزيت. يعني إيه سياحة الترانزيت؟ أنا هتكلم على كمية الناس اللي بتيجي وبتستنى ترانزيت ساعتين إلى 9 ساعات تسافر السعودية. أنا هتكلم على الحج بس، بيجوا عن طريق الطيران الوطني. طب أنا النهاردة لو في تناغم بين الوزارتين وبقيت أستفيد أكبر استفادة من، أنا بوظف بقى نفس الحقيبة واحدة، أنا قاعد بدير الملفين الطيران مع السياحة. النهاردة التناغم دوت هيصدر عنه إيه؟ بتكلم عن 9 مليون سائح، ده المينيموم اللي هيستفيد من ترانزيت، اللي هو هيجي يخرج 8 ساعات يتباع له هرم ومتحف وغدا ويرجع تاني. هو اللي رايح يحج ده مستني ان هو يشوف هرم السكة؟ لا لا، مستني يشوف الأضرحة عشان يكمل، وشغوف ان يشوفها. ولو النهارده بعت له الباكج انكلودنج الأضرحة اللي موجودة في مصر، هيبقى سعيد في قمة سعادته. انا بحطه في روح الرحله. بس حضرتك انت حضرتك بتكلمني عن منتجات مش بتكلمني عن سياسات. لا انا بتكلم عن سياسه، وهي ضم وزاره السياحه بوزاره الطيران، وده هيحط سياسه معينه. يعني انت عايز خبير سياحي يدير الطيران ولا عايز خبير طيران يدير السياحه؟ لما يراس هذا الملف واحد تحت منه خبير طيران وخبير سياحه، هنا الامر هيكون مختلف. النهارده لما اجي اتكلم عن السياحه هيقول لك بتاع السياحه ايه؟ طب اعمل ايه؟ ما بتاع الطيران بيروح 2 3. لما تيجي تتكلم بتاع الطيران يقول لك ما انا عندي خسائر، انا مالي مرسيح دلوقتي، انا في ملف على كتافي، انا ماشيه. لكن النهارده لو شخص واحد بيطالب بالملفين اكيد هيبقى تحت. طب ما رئيس الحكومه بيطالب بكل الملفات، ما هو موجود. رئيس الحكومه موجود ليه؟ ما هو رئيس الحكومه المفروض ان هو ينسق بين طيب كمل لنا حضرتك عشان خاطر الفقره الثانيه. استاذ رامي تحب تقول حاجه؟ لا اتفضل. تمام. الاستثمار، والاستثمار هو جزء من اللي قاله الاستاذ رامي. الفنادق، خلق مستثمر محلي واستجلاب مستثمر اجنبي. انا عندي ازمه ان الفنادق الحاليه في مصر يا دوب لو كفتني 18 مليون ليلة سياحية. أنا يعني لو سقف طموحي فكر يوصل للرقم ده، ده معناه لازم أوزعهم بالتساوي على السنة عشان ما يحصلش أي تكدس أو أي مشاكل. ده معناه إنه أنا أصلاً كطاقة فندقية غير مؤهل. طب ما أنا علشان أبقى مؤهل أنا محتاج إيه؟ أعيد قوانين الاستثمار من جديد عشان أخلق مستثمر محلي، أجيب شاب أو أجيب شخص مستثمر داخلي، اقول له خد حته الارض ابنيها فندق، اشجعه مش اديله معوقات، وفي نفس الوقت اقدر استجذب سائح اجنبي. سوري، مستثمر اجنبي. مستثمر اجنبي. طيب النقطه الثالثه ولا كده تمام؟ انا لو عايز استاذ رامي يدخل، انا لسه عندي 4 نقط عايز اقولها. 4 تانيين غير لا 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 خلاص هختصر. طيب الوضع الامني. يعني انا النهارده ما بشوفش في دول كتيره من ساعة ما بدخل وبخرج عسكري. أنا النهاردة في مصر علشان سائح يطلع في حافلة سياحية لازم بيطلع مع شخص من جهة أمنية لابس متعدد عشان يحرسه. أنا إيه الصورة الذهنية اللي بصدرها للسائح؟ وفي الآخر لما يخرج من مصر يقول لك الحمد لله خرجنا سلام. طب ما أنا النهاردة بدل المنظومة الأمنية ما هي معتمدة على إرسال شخص
في كل حافله سياحيه طب ما امن نقاط. انا السائح مش المفروض يشوف حد علشان لما اقول له مصر امنه هيصدق انها امنه، لكن لما اطلع له واحد بمتعدد في اتوبيس هيحس ان في خطر ما بيدهمه. فهنا تمام. انا محتاج اراجع فكره المنظومه الامنيه الخاصه بقطاع السياحه. التاشيرات، خلينا اقول انه اعتمدت التاشيرات على انه في بعض الدول بتصدر لنا عماله فاحنا بنطلب موافقات امنيه معينه علشان الدول دي ما تصدر لناش عماله فيها. النهارده اقتصاد الدول دي عامل ازاي؟ في دول كتيره جدا، اتكلم عن الفلبين، اتكلم عن اندونيسيا، الدول دي النهارده اقتصادها جيد جدا. لما اجي النهارده اقول لماذا هذه الدول تعمل وفق التاشيره اللي بتقعد 45 يوم وتصل ل 50 يوم. وعلشان السائح هيفكر يجي مصر هو في 72 ساعه هيروح اي دوله ثانيه. هيطلع التاشيره، يبقى انا النهارده خسرت قطاع كبير من جنسيات كتيره، وعلى سبيل المثال جنسيات اقدر اذكرها بهذا الشكل. طب هاخد من الاستاذ رامي وهرجع لحضرتك، اتفضل. طبعا انا بضم صوتي لصوته، هو فعلا عنده حق في موضوع طبعا في سياحه، في طيران من غير سياحه، بس ما فيش سياحه من غير طيران. فطبعا موضوع دمج الوزارتين سواء السياحه مع الطيران، انا اعتقد ده هيبقى شيء يعني وين وين سيتويشن لصالح حتى الوزارتين، يعني سواء الطيران او سواء حتى السياحه. بالنسبه لموضوع الملاصقه الامنيه احيانا للسائح، احنا لاحظنا طبعا يا اسامه ان من ساعه ما الجست بينزل مصر هنا، من ساعه لما بيبقى في المطار بيدخل جوه حاجه اللي هي زي بابل، زي كبسوله سياحيه ما بيعرفش يخرج منها، لان لازم يبقى فيه دايما ملاصقه امنيه للسائح. مع كل الاحترام وكل الشكر طبعا لجهود وزاره الداخليه على تامين السائح، ولكن قد تكون الملاصقه الامنيه بطريقه يعني مرئيه قوي للسائح بتدينه احيانا نوع من انواع البانيك، سواء حتى جوه عربيته او حتى العربيه اللي بتبقى ماشيه قدامه كونفوي امني. فانا اعتقد بس ان يعني حتى شرطي السياحه اللي موجود، بس هو المبدا بيقول يعني اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، واحنا اتلسعنا كتير. احنا بننفخ جدا، ولكن الحمد لله طبعا احنا حتى ساعته وتاريخه الوضع الاستقرار الامني هو اللي بيجيب لي السائح النهارده. فلما بيجي النهارده السائح يا استاذ اسامه ويبقى جوه مطار القاهره تيرمينال 3 مثلا، مستني لسه العربيه بتاعت الكونفوي الامني اللي تبقى مستنيه على باب المطار عشان بس تاخده حراسه لغايه باب المطار من بره فقط لا غير. فطبعا هو بيحس هنا حتى كبدايه الانطباع الاولي ان في حاجه لسه مش مظبوطه امنيا، مع العلم ان كل حاجه لو هو نزل الشارع الساعه 1:02 بالليل هيقدر يعمل اللي هو عايزه هنا عندنا في القاهره. بصراحه احنا هرجع تاني لموضوع التسويق. احنا عندنا مثلا موكب الطريق فتح طريق الكباش اللي كان بين الاقصر اللي في معبد الاقصر ومعبد الكرنك. احنا فندم النهارده لو احنا التاريخ ده كان يوم 25 نوفمبر، اللي شاف الطريق الافتتاح ده طريق الكباش وهو بيتفتح حوالي 1,800,000,000 في اقل من 96 ساعه. بعد كده الموضوع ده كله انتهى. احنا لو ابتدينا نسوق الموضوع ده ان هو يبقى ده زي مهرجان سنوي، لان خلاص كل الكوست بتاعه خلاص بقى موجود، يعني انا مش هعمل اي كوست تاني خالص، كل الحاجات موجوده، الديكورات كل حاجه. لو انا عملت ده على فكره في الفتره دي احنا ما كانش فيه، مش هقول لك اوضه، كانش فيه سرير فاضي سواء في الاقصر او حتى على نايل كروزس عشان يحضروا الموقف ده بيحصل ده. لو انا ابتديت اعلن من قبليه بست سبع شهور هبتدي اسوق كويس جدا على الاقصر، اللي هتاخد برضه فول كاباسيتي ديفنتلي. طبعا عندك حضرتك في كمان موضوع اللي هو سياحه الجزر، احنا مفتقدين تماما سياحه الجزر في البحر الاحمر. انت النهارده عندك فكره ان سانتوريني مثلا كجزيره في اليونان بتجيب دخل قومي لليونان قد ايه؟ رقم كبير جدا. اليونان السياحه هي اللي طلعت اليونان من شفا شبه افلاس في 2016. بس سانتوريني ماهوله بالسكان مظبوط. وعليها بيوت. سانتوريني يا فندم هي عباره عن ما هياش زي الجزر اللي عندنا اللي مظبوط. هي كارتة. ولكن انا اقدر بالجزر دي ابتدي انافس، على الاقل مش هنافس سانتوريني بس انا بديك فكره فقط غير. انت عندك 41 جزيره موجودين يا فندم في البحر الاحمر، كل ما تيجي تعدي عليهم حتى بمركب او حتى من بره انت شايفهم جزيره مهجوره غير ماهوله باي حاجه خالص، وهتفضل هذا الموضوع. لو انا ابتديت النهارده ادي كل الجزر دي او حتى اثنين ثلاثه واعمل منها زي يعني زي بروتوتايب، ابتدي اديها لمستثمر اجنبي يجي يوريني يقدر يعمل ايه في خلال سنه او اثنين. في اظن جزيره دلوقتي بيتم تطويرها اللي هي طويل. طبعا، ولكن النهارده دي جزيره من 41 جزيره. انا النهارده حضرتك قلت بروتوتايب فانا عشان كده رديت. تمام يا فندم وده مظبوط، ولكن انا النهارده عايز ابتدي افتح المجال للمستثمرين اجانب ان هم يدخلوا هنا عندي يا فندم. عندك طبعا انا النهارده مش عايز افضل يعني محتكر فقط السياحه في مصر هنا على سياحه الشواطئ من اول الغردقه وشرم ودهب وطبع ونويبع ومرسى علم، او السياحه التاريخيه في الاقصر واسوان. في عندي سياحه الاحتياجات الخاصه، ودول حجمهم حوالي
يعني داخلين على 900 مليون او مليار بني ادم. انا لو النهارده اعلنت مثلا ان في عندي مدينه زي مرسى علم او مدينه مثلا زي الاقصر او زي اسوان النهارده بقت صديقه لذوي القدرات الخاصه، صديقه يا فندم لذوي القدرات الخاصه، من ان كل الاكسس بتاعتها كل اللي في وادي الملوك وادي الملكات يقدر من غير اي مساعده الهانديكاب ان هو يقدر ينزلها، هتبتدي تدي فلاش لايت لكل الجمعيات الخاصه برعايه. بص على المكان، طبعا انا بتعامل مع مليار بني ادم في حته واحده فقط لا غير، ومفيش لسه دوله اعلنت ان هي بالكامل تقدر تاكسس للاحتياجات الخاصه. احنا لازم نبقى يعني منفردين واوت فعلا اوف ذا بوكس، مش كلام فعلا عن الارض. هل تعلم حضرتك مثلا احنا عملنا اول مهرجان للدايفنج للهانديكاب للاحتياجات الخاصه عملناه في مرسى علم. ما انت لازم تبتدي تفكر ايه الحاجه الغير معتاده اللي تجيب بيها ناس غير معتاده برضه. بالظبط يا فندم. فاحنا يعني كل ده مش هيتم غير بايه؟ ان الدوله المصريه، الحكومه المصريه تعتبر ان السياحه زي ما قلت لسيادتك في الاول مشروع قومي، تبتدي يعني تساعد فيه وزاره الخارجيه كتاشيرات، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الهجره، حتى من حيث التسويق من بره، ان احنا مفتقدين في الوقت الحالي حد يدافع علينا بره يوم ما يحصل اي حاجه خالص زي ما سيادتك اشرت. طيب اتوقف مع فاصل اخير ونستكمل هذا الحوار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلام اللي بره الهوا اقوى من الكلام اللي على الهوا، فانا هطلب من حضراتكم الكلام اللي اتقال بره الهوا حضراتكم نعيده جوه الهوا عشان مشاهدينا يسمعوه. انا يا فندم من اشد الناس الصراحه اللي شغالين في القطاع اللي بطالب بتفعيل الحد الادنى للاسعار للقطاع الفندقي تماما قولا واحدا. ده ما ياثرش سلبا على الاقبال؟ هيأثر سلبا على الاقبال على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد لما يكون الحكومه المصريه في ظهر المستثمرين الفندقيين ويطلعوا مثلا سي بيان يقولوا ان من اول السيزون مش ده مثلا اللي بعد، وليكن مثلا اول الصيف الجاي هيبتدي تطبيق الحد الادنى للاسعار على كل الفنادق، وليكن اصل ما ينفعش النهارده بلدنا ثلاث نجوم بنتكلم في 30 دولار و40 دولار الاربع نجوم والخمس نجوم 50 دولار، لا يصح، ما ينفعش في كل بلد بامكانياتنا دي ما ينفعش عليها خالص. بلس ان نفس الدوله يا فندم ما بتستفدش باللي بيحصل ده. انا شايف النهارده بصراحه نربط نعمل حد ادنى للاسعار وليكن 40 50 60 وما فيش حد اقصى للفنادق ان هي تحط الريت بتاعها، ولكن في حد ادنى. الحد الادنى ده لازم يكون موجود باليه للتنفيذ، بمعنى ان انا اربط الحد الادنى للاسعار بقرار ملزم مع الضرايب المصريه، ان الضرايب تيجي تلزم الفنادق المصريه النهارده يا فندم. تقول له ماليش دعوه انت بعت ب 20 ولا ب 15، يا رب يا رب يكون الذهب فري يا استاذ اسامه. انت النهارده هتتحاسب على خمس نجوم وليكن 100 دولار في الليله قصاد الضرايب، ايا كان نسبه اشغالك كام هتطبق على وليكن الحد الادنى للاسعار اللي انا قلت عليه. حتى لو ما حدش جاله؟ مش لدرجه ما حدش جاله، يبقى لازم هيقفل. يعني قصدي لو نسبه اشغاله 20% ولا 25% ولا 30%. هيدفع يا فندم الضرايب بتاعت ال 20% اللي حقق فيها الاشغال بتاعته يا فندم، هيدفع للضرايب بتاعته على الحد الادنى اللي باع بيه وليكن اللي احنا متفقين ال 100 دولار مثلا للخمس نجوم يدفعها. هو انا شايف الصراحه يعني يمكن انا اكون متضرر منها، ولكن ده حق الدوله ان حتى الضرايب دي طالما انا اخذت الانكم بتاعي والعائد بتاعي كفندق بالدولار انا اوصله يا فندم للحكومه المصريه بالدولار كضرايب. انا اعتقد انا بالاسلوب ده هبتدي احقق يعني على الاقل توفر جاب شويه الفجوه الدولاريه اللي بتيجي لمصر. انا يعني شايف ان احنا بنحقق شراحه بصراحه يعني 14 مليار دولار في الظروف الاقليميه اللي احنا فيها دي، انا لا ده رقم مش وحش، ولكن من حق الدوله ان هي لما تيجي تبتدي تاخد الضرايب بتاعتها من قطاع السياحه تاخدها بنفس العمله اللي تحصل منها المنتج. اعتقد الدكتور معيط مطلع قرار عمل كده قال لك اللي يتعامل بالدولار لازم يدفع بالدولار، اعتقد في قرار طلع من حوالي 3 شهور صحيح. مش عارف تم تفعيله ولا لا. وليه تكمله انه يعني انت بالمثل انت بتتعامل بالدولار هتدفع دولار، بتتعامل بالمصري حتى لو منشاه بتتعامل بالعملتين هتدفع العملتين في هذا وذاك. على اللي خد عليه ومن ده او من ده. صحيح. مش ده هيخلق لنا مشكله بتقول ان انا ازاي اتعامل جوه بلدي بعمله مش عمله بلدي؟ اتفضل. هو المشكله هتكمن مش في كده، لكن هتكمن في انه اصلا سعر الصرف غير ثابت. والنهارده انا لما اجي كده مالناش سبب سعر الصرف، انت حضرتك دولار هتدفع دولار يا استاذ هاني. هقول خليني اقول النهارده انا اتعاملت على انه الدولار بهذا الرقم تمام،
حصل تعويم او حصل اي متغيرات وانا المفروض اخر السنه بورد، هورد على اي سعر؟ لا هتورد على اي سعر؟ سيد الفندم انت هتورد بالدولار؟ ليه بس يا فندم؟ انا بقول لسيادتك كده لان ما ينفعش النهارده في 2024 يكون المنتج السياحي المصري بيتباع في معظم الاسواق سواء سياحه شاطئيه او حتى سياحه تاريخيه فندم اثريه في الاقصر واسوان ب 20 وب 30 وب 35 دولار اول انكلوزيف. لا يصح البلد ان هي تدفع يعني أنا تاخد فيها الارقام دي. انت النهارده احنا مسافرين المانيا المعرض بعد 3 ايام ولا سوري بعد اسبوعين مش لاقيين يا فندم اوضه ب 200 يورو بدل البريكفاست بس. أيوة. يعني بالفطار فقط غير. أيوة. يبقى انا النهارده انا بقدم له الخدمه كلها. الاوضه قد الحق يعني يا فندم، هي اوضه كرتونيه مفيش يعني يا دوبك فرد واحد. صحيح. فانا النهارده لا يصح لبلدي بكل الامكانيات اللي انا فيها النهارده دي اخد في اسبوع 200 دولار او 300 دولار من سياح اول انكلوزيف يا فندم، وياكل ويشرب وينام وكل حاجه. ده بيروح يا فندم بيأجر بيته هناك وبيجي يقعد هنا عندنا في الفنادق معزز مكرم وبيدفع الفلوس دي وفي الاخر بياخد فلوس في جيبه. مين اللي ياخد القرار ده؟ انا طبعا لازم القرار ده يتاخد، ما يبقاش قرار وزاري فقط لا غير. انا اعتقد ده لازم يطلع بيه قانون عشان يقدر يفعله على ارض الواقع، ولازم ده يحصل عشان نبطل موضوع حرق الاسعار في مصر. لا يصح ان يجي لي 13 مليون سايح يكون قصادها يا فندم 14 مليار دولار. انا المفروض النهارده يكون قدامي 13 مليون سايح جنب بلدي قدامهم 20 مليار دولار مينيمم في الوقت الحالي. استاذ رامي خليني بس اضيف جمله مكمله لحضرتك بتقول عشان من غيرها ممكن الدنيا يختل توازنها. هو انه انا مع ان تطبيق الحد الادنى، لكن بما يتوافق مع الاسواق الاخرى علشان لا الفظ من الماركت. انا برضو الهاجس او الحاجه اللي بتخوفني انا مش لوحدي في المنطقه. لما تبتدي يا فندم اسواق تانية بتاكل مني. مظبوط. فما جيش النهارده اعمل ليله فندقيه انا عندي في دبي هتلاقي ب 35 وهتلاقي ب 40 وفنادق جيده، اجي النهارده اقول له الحد الادنى بتاعي 70 فندم. يبقى انت سيادتك لما تبتدي تحقق الحد الادنى للاسعار، لما تبتدي ترفع الكواليتي بتاعت كل الفنادق. انا النهارده ما ينفعش لجنه خاصه مثلا بوزاره السياحه نازله على منطقه زي شرم الشيخ او دهب او غردقه او مرسى علم، النهارده كل كونسيرن بتاعها ان هي تشوف الفندق ده مواكب لموقف، تنزل حوالي 68 فندق من 5 نجوم وليكن او 4 نجوم تنزله 3 نجوم. ما انا عندي برضو الطاقه الفندقيه بتاعتي يا استاذ هاني لازم تكون طبعا انا النهارده لما تدي له تايم فريم يبتدي يشتغل عليه لتحسين الجوده يا فندم بتاعته وليكن 3 شهور او 6 شهور، ولكن مواكبه معاها في نفس الوورنينج اللي بتديه. مثلا تدي له تقول له اتفضل معاك اهو في كارد من البنك تقدر تطور بيه فندقك في خلال الثلاث شهور الجايين. لو هو ما عملش كده وهو يستاهل. هو مش في مبادره للموضوع بتاع المنشات الفندقيه دي ان يتم ضخ اموال من البنك؟ اهم بند فيها اعتقد هي لغايه دلوقتي هي لسه ما نزلتش اليه التنفيذ بتاعتها، ولكن من اهم قراراتها ان هو يكون ملتزم بالمدفوعات القرض بتاعه. هو لو ملتزم مش هياخد القرض. فيعني انا زي موضوع مبادره المصريين في الخارج كده الخاص. ما هو يعني ايه لو هو مش ملتزم؟ طب ما هو لو مش ملتزم طبعا مش هو ممكن يكون الفندم مش ملتزم مثلا في منطقه زي دهب وطابه مثلا نتيجه الاشغال اللي حصل عنده قليل، فحصل عنده طبعا شورتج جاب كبيره في الدخل بتاعه، فمش قادر ان هو يطور الفندق بتاعه. تنزل له اللجنه تروح مدياله شهرين او حاجه ما عندوش فلوس انه يقدر يطور فندقه فبينزل النجم. ما بتقعدوش مع وزير السياحه تقولوا له هذه المشاكل؟ انا اعتقد طبعا ان في طبعا يعني بيبقى في طبعا ورك شوب وبيبقى في ماسك الموضوع لوزير الطيران ما تقلقش بس كده اتحل. يعني انا اعتقد طبعا يعني اول اهداف وزاره السياحه القادمه اعتقد او يعني سياده الوزير انا اعتقد ان هو لازم يبتدي يشوف بعين اعتباريه ثانيه للحد الادنى للاسعار لان لا يصح الا الصحيح. طيب باقي لك نقطتين تقولهم سريعا. انا هتكلم عن فاجعه في القطاع السياحي، ولما اتكلم عن الارقام اللي هي محور حوارنا ال 14 مليون ليه مش 20 مليون ليه مش 30 مليون، خليني اقول لحضرتك ولا وزاره السياحه ولا هيئه التنشيط مطلوب منها نجيب ساحه. الذراع المنفذ للتسويق هو انا والاستاذ رامي. الشركات الذراع المنفذ. خليني احلل مع حضرتك استاذ رامي صحح لي المعلومه، احنا عندنا كام شركه سياحه استاذ رامي؟ 3000 وخصوص صح كده؟ يعني لا تتخطى 3500 شركه سياحه. العاملين في استجلاب السياحه الخارجيه كام يا فندم؟ قليلين جدا، لا يتخطى ال 250 شركه. انت متخيل الفاجعه؟ يعني انا الذراع المنفذ المنتشر في العالم اللي بيحضر معارض هي نفس الوجوه اللي بيروح يقول على البرامج والبروموشن و هي نفس الوجوه القليله.
وفي حوكمه. يعني انت عايز حضرتك الدعم ان يكون في شركات سياحه لا اكتر؟ لا مش كده، انا عايز تفرض كوتا، واسف لو بتكلم من بدايه الحلقه بهذه اللغه، لكن انا عايز يبقى فيه قرارات، عايز يبقى فيه حسم. ايوه عايز قرار بايه؟ فرض كوتا على كل الشركات السياحه في استجلاب السياحه الخارجيه. انت تشتغل سياحه ماشي، مش شايل حاجه عمره على راسي، تشتغل نقل سياحي على راسي، تشتغل طيران شكرا، انت جميل، بس اديني تقريرك السنوي عن استجلاب السياحه الخارجيه. بس انت مش خايف ان ده يعمل لك مشكله، ان انت تلاقي نفسك خليت الراجل المتخصص في الحج والعمره انه يبقى مسؤول عن انه يجيب سياحه من اوروبا؟ هنا ده انا جميل جدا كلام حضرتك. هنا هرجع ليه بقى؟ دور غرفه الشركات وتاهيل الشركات واعدادها انها تكون كواليفايد انها تبدا تسوق وتنتشر في السوق الدولي. انا النهارده هجيب شركه. انت حضرتك عضو في الغرفه. تمام. طيب ليك صوت ولا بلاش؟ لينا صوت طبعا، وبنقول طيب هذا الكلام. طيب اتفضل اتفضل ورينا صوت. انا قلت صوت اهو. ما تعمل. لا يا فندم، الدورات التدريبيه وتاهيل الشركات بيجي من الاداره في الغرفه مش اعضاء الغرفه. تمام. اعضاء بنقول نتمنى يحدث هذا، لكن المقامين ما تنتخبهمش المره الجايه. لا يا فندم، هما بص صدقني مش مدح او ذم، لكن هما بيقوموا بالدور اللي عليهم، لكن الامور محتاجه ان تصاغ من جديد. من عند مين؟ من الراس، من وزير السياحه وتوصيات. انت رجعت لنا تاني الوزير مع انك قلت الغرفه. لا لحظه، لما اجي اتكلم عن الدور اللي هينفذ الدورات غرفه الشركات، لكن التوصيات خارجه من مين؟ وزير السياحه. اصل هي ليها ترتيب معين، احنا في دوله. طيب انا خايف من الوقت، لان اللي باقي دقائق معدوده وحضرتك باقي عندك نقطه اخيره مش كده؟ النقطه الاخيره، وهو النقطه اللي اثرتها السيده الفاضله عبر الرساله الالكترونيه، وهو انه انا مازال عندي فقر في الوعي اتجاه السياحه. الفقر ده مش هيتحل، ده سرطان مش هيتحل الا لما اضخ مناهج تعليميه لخلق صوره معينه عن السياحه في مصر، فيطلع لي جيل جديد فاهم يعني ايه سياحه، يحترمها ويتعامل معها ويتناغم معها. هل ده يتم بالوعي ولا يتم بالجبر؟ لا يا فندم، ده يتم بالوعي. انا بس معترض على موضوع المناهج، لان طبعا ولادنا مش لسه في حمل مناهج ثانيه، بس انا شايف ان في الفترات من فتره الاخرى ممكن بالتنسيق مع غرفه الفنادق، مع غرفه شركات السياحه، يبتدوا ينزلوا مرشدين سياحيين جاست للتوعيه في المدارس. احنا مشكلتنا مش في السياحه، مشكلتنا في مبدا موجود في مصر اسمه احييني النهارده وموتني بكره. هاخد منك ال $10 الزياده دلوقتي، وبعدين يبقى وبعدين بكره يحلها مليون حل. ما دي مشكله يا فندم، التصرفات الفرديه دي، مشكله التصرفات الفرديه اللي بتسيء فرديه الجميع. تمام يا فندم، يبقى انا هنا بتكلم في الوعي السياحي. سيدي الفاضل، طول ما السياحه هتزيد الكل مستفيد في بلدنا، من اول الحكومه للقطاع الخاص للقطاع العام لكل حاجه يا فندم. فانا شايف صراحه زياده الوعي من اول الاطفال الصغيرين نتيجه تعامل مع المرشدين او حاجه، ربط الاسعار مع الضرايب المصريه، نمره 3 فتح اسواق جديده وفتح انواع جديده من السياحه في مصر، قد تكون سياحه الاحتياجات الخاصه او سياحه الجزر المهدره اللي موجوده في البحر الاحمر، والسياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه او السياحه الاستشفائيه دي من اهم البنود اللي لغايه النهارده هي ومزار العائله المقدسه، قد يكون بنتكلم عليها بس لسه برضه مش عارفين نشوفها على ارض الواقع، لان مفيش قرار بيها يا استاذ. سامحني بالتدخل يا استاذ رامي، انت عارف مسار العائله المقدسه من ايام البلتاجي واحنا بنناقشه او واحنا بنطالب بيه. عايز اقول انه النهارده التعامل مع هذا الملف، كان ليا مداخله مع سكرتير بابا وبكلمه عن انه عايزين نتواصل تاني من جديد مع الفاتيكان لاحياء هذا الملف. تخيل يقول لي انا عندي كميه ريكوستات او طلبات لهذا المسار، مفيش شركه تحققها. سيدي الفاضل، مع احترامي الكامل ليك، الفاتيكان ملوش اي علاقه، احنا هنا يا فندم اللي بنبتدي وبننهي المجال. لا هو بيقول المصار... ان في لا ان في ان في ان في ديماند، ما في ريكوستات بس ما فيش لسه هنا في ديماند، القرار مش القرار لسه لاحياء المسار فعليا على ارض الواقع يا فندم لسه مش متواجد. احنا اداره الملف ده فيها مشكله، وعايز اقول تاني وتالت، لان انا شغال على الملف ده. ده مثلا مثال او اكزامبل لحاجات كتيره لما تيجي تتكلم الاداره يا استاذ. الاداره. تمام، بتقدم بخالص الشكر لضيفي الكريمين الاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ونائب رئيس جمعيه مستثمري السياحه بمرسى علم، والاستاذ هاني بيتر عضو غرفه شركات السياحه. الحقيقه كلامهم مهم في ملف يطول الكلام فيه كثيرا، اختزلنا
الكثير من هذا الكلام نظرا لان احنا في برنامج تلفزيوني. اتمنى ان هم ياخدوا هذا البرنامج التلفزيوني يحطوه على ارض الواقع. اتمنى ان المسؤولين يكونوا شايفيننا النهارده ويقرروا ان هم يستمعوا لضيفي او غيرهم من المتخصصين اللي اكيد عندهم افكار عظيمه والا ما كانوش يبقوا متخصصين. نتمنى لبلدنا انها تصحو في هذه الملفات اللي تيسر علينا جدا، زي ما قال ضيفي امبارح الاستاذ هاني قسيس، اديني جنيه ارجعهولك دولار. السياحه بتعمل كده، ياخد جنيه يرجعهولك دولار، بنى فندق هيرجعهولك من سايح دخل بيعمل ده، عمل نشاط عملته هنا زي طريق الكباش مولناه بالجنيه يرجع لنا بالدولار. كلها افكار ماشيه في نفس الاتجاه. بشكركم، وبكره ملف اخر هنفتحه في برنامجنا يتعلق بالزراعه وميكنه الزراعه. القاكم على خير ان شاء الله، واسيبكم مع الكابتن احمد حسن، وكلام كتير قوي هيتقال النهارده اكيد بعد اقاله روي فيتوريا. القاكم غدا ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.